التنقا أو التنقويزي قهوة ذات جذور إفريقية أو كينية بالأحرى، دأب الحاج صالح على إعدادها على مدى عقود لمرتادي هذا المقهى الشعبي، والذي يعد من أعرق المقاهي الشعبية في مدينة المكلا بحضرموت. إضافة البهارات إلى قهوة التنقا المكونة من السكر الأحمر هو ما يعطيها مذاقها المميز ونكهتها الفريدة، والتي ورث صالح طريقة تحضيرها عن أسلافه. نلقى نعمل الشيبان يا ولد ذاك، ونحن طورناها الان، ما عاد حد يسوي ذا في حضرموت الا انا طورتها، ولا كونت لها، لقينا لها سمسم مع الوزه مع القرفه مع كل المكونات هذا، وهي من ذاته سواحلية ذاتها. الكلمه اسوء نحن نقولها بس قهوه حالي، ولكن هي تانقويزي يقولون بالسواحلية تانقويزي، لكن نحن نقولها قهوه حالي على اللهي حقنا. العمل المرهق للحاج صالح في تحضير قهوته الفريدة يبرهن على تفانيه في خدمة زبائنه الذين يبادلونه الوفاء بتقاطرهم إلى مقاهي من مناطق بعيدة لأجل ارتشاف هذه القهوة. كثير من الناس استحبوا هذه المقاهي نظرا لتعامل الطيب من الأخ صالح وجودة القهوة اللي يعملها، فكثير من أبناء مدينة المكلا يأتون من فوة ومن الديس ومن الشري من أي لأن يشربون لهم فنجان قهوة، وكان يقول هذا القهوة الحالي يقول لها تنقويزي لأنها جت من سواحل. المقاهي الشعبية في مدينة المكلا ليست مكانا لاحتساء الشاي والقهوة فحسب، بل تعتبر كمنتديات تناقش فيها الأوضاع السياسية للمحافظة والبلد الغارق بحرب الحوثي والموضوعات الفكرية والأدبية ومتابعة القضايا المتعلقة بالحياة اليومية. معتز النقيب، يمن شباب، المكلا.